اللي هي بتبص دايما على ايه اللي المركز ده يحصل. فاكرين لما قلنا البريك ايفن بوينت، نقطه التعادل بنشتغل عليها علشان نجيب، لو انا بشتغل في المركز اللي انا بنشتغل في المركز وما بنجيبش مرتباتنا، يبقى معلش لمؤاخذه يعني هنخلي حد يجيب لنا مرتباتنا، فده مش صح. فاحنا دلوقتي بنشوف كل الريسورسز، كل المواد المتاحه في المركز بنفعلها علشان يبقى تجيب لنا ايه؟ فدي حقيقه يعني منظومه متكامله ويعتبر انجاز كامل لينا كلنا. بحييكم عليه. سبب على الرغم من هذه الظروف، وعلى الرغم من ان يعني جائحه كورونا يعني ان شاء الله ربنا هيعديها على خير وعلى بلدنا بالخير، بهنئ جميع العاملين بالمركز لمجهودهم المستمر، وابشرهم جميعا بان احنا الحمد لله تعدينا نقطه التعادل لاول مره، وهو كان الهدف اللي احنا حطيناه من 3 سنين. يذكروا طبعا انا كنا بنقعد مع بعض في قاعه الاجتماعات كل فتره، لكن نظرا لهذه الظروف فمش هينفع ان احنا نقعد مع بعض، فانا انتهزتها فرصه اننا نعمل الفيديو ده ونشيره برضو للزملاء. اول سنه اللي هي 17 18 حققنا 7.4 مليون جنيه كايرادات. ثاني سنه 18 19 حققنا 11.2 مليون جنيه، وده كان الاقرب الى نقطة التعادل، ولكن ما حققناهاش، كان في فرق حوالي 2 مليون عن في هذا العام. اما الان الحمد لله رب العالمين هذا العام حتى تاريخه، واحنا دلوقتي يعني خطينا 31/5 النهارده 7/6، حققنا الحمد لله 15.2 مليون جنيه، وهو نقطة العبور من نقطة التعادل. والحمد لله رب العالمين، على الرغم من قلة الإيرادات في شهر مايو، لدرجة أن الإيرادات في شهر مايو وصلت إلى الربع، ربع الإيرادات المتوقعة أو اللي احنا بنحققها في الشهور السابقة. طبعا ده أحد التأثيرات الضارة من كوفيد 19، لكن نتمنى ان شاء الله بالتعاون من الزملاء تاني نكمل المشوار حتى من خلال البيت، فده ان شاء الله والوجود داخل المركز ان شاء الله يحسن هذه النسبه لفتره قادمه. وبهذه المناسبه ابعث بالتحيه والاحترام والتقدير الى السيد دكتور مهندس العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، والى السيد المهندس رئيس مجلس الاداره، والى معالي الوزير لدعمهم الكامل وتشجيعهم لنا لاستعادة دور المركز الى الصدارة والسعي الدؤوب لتسهيل اجراءات واعمال التطوير المستقبلية للتوسع في نشاط المركز الى المزيد من التنوع في اختبارات المهمات والمكونات الكهربائية وتغطية المنطقة العربية والمنطقة الافريقية.